طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كيف حال يا شباب؟ شو الاخبار؟ معكم اخوكم سعد مستر فيفا سيمونم جي. حيا الله ريان. يا مرحبا. هلا والله. غلا شد عنك منور بوجودك يا غالي. نورت الرياض، هذا اول شيء. كيف الرياض؟ والله برد صراحه، ولكن الحمد لله شوفتك اسدت يا بعد قلبي. جده دفا؟ اي دفا الحمد لله. 20 21. انت الان بردان ولا بس؟ بردان ويعني فيني خوف. اي والله. ليه؟ يوم لبست القناع تغيرت والله صراحه. اي والله. تغيرت ازين؟ لا تغيرت رعب. افا. اي والله رعب يا جماعه، شكلي رعب انا. طيب ريان منور يا صاحبي. ريان يا جماعه ما شاء الله اولموست 3 مليون مشترك قريب في اليوتيوب. قريب ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله. 3 مليون مشترك في اليوتيوب. ما ودك تطلع اشياء جديده في القناه؟ الا والله ان شاء الله قريب باذن الله. شناوي؟ ان شاء الله والله. يا شافي عندك خطه ولا لازلت؟ عندي خطه باذن الله، راح تكون طلعه قويه باذن الله. في شيء تقدر تقول لنا وشو؟ لا سب. هي برا السعوديه لكن اي والله شيء جديد. شيء جديد. الله يوفقك يا صاحبي. الله يسعدك. وفي انتظار جديدك يا ريان. اللهم امين. بدينا جاز هذا الحين قاعد. طيب عندك من 10 اسئله عندك سؤالين تحط فيها خيار. عارف عارف. اوكي ابلع العافيه وكم بسم. يلا ان شاء الله. يقول لك يا عزيزي ريان، بما انك مثقف وكذا يعني، اين تقع قناه ستاكيوس؟ ستاكيوس؟ ستاكيوس هذه القناة اللي هي البحيرة صح؟ وأين أين تقع؟ ستاكيوس أين تقع؟ أي في أي مكان يعني؟ عندك سؤالين في خيارات؟ ايه؟ إذا بغيت خيارات يعني. أو تبي تخلي خيارات بعدين؟ ستاكيوس. ستاكيوس نقول أين تقع قناة ستاكيوس؟ أنا ما أدري النطق صح ايه؟ ولا لا، بس ما أدري عنك أنا صراحة، أنا ملخبط. إذا كان النطق صح يعني أنا إذا كان نطق غلط يعني. لا هو صح الحين والله. النطق إن شاء الله صح، بس أنا متأكد من الكلمة. أين تقع؟ أعطيك القارة. يلا. قارة أفريقيا. هل جوابك الحين خلاص؟ لا أعطيك القارة، القنوات الكويسة. أنا أقول أفريقيا. في قناة مستر فيفا رهيبة. تقول وين في؟ أفريقيا. أفريقيا. إن شاء الله. صح. أقول خلاص هذا جواب نهائي. إن شاء الله. غلط. طيب أين تقع؟ الجواب هو. في الديسكريبشن. في الأذن. حقيقة. لا تعصب. نعم. انا قلت لك بحيره ما جاوبتني. انا ما قلت لك شيء، انا ما قلت لك لا ايه ولا، انا سالتك اين تقع. انا جت في بالي قناه على طول، قناه يعني بحيره، قناه اللي تمر من القناه المائيه. نعم إيه؟ عاد انا ما انت اللي ما حددت، انا ما قلت. اه والله بدايتك بدايه خير ان شاء الله. بدايه نذاله. ها خير شهرتك. ها يا مقلوبك هنا بعد. واحد سؤال الاول غلط يا ريان. ما عليه، بس شفت السؤال ده مخادع وسخ. سؤالي تو حقير، انا اعترف ان السؤال زي القريه مدري ايش اللي حقت البطن. حقت الجزر. الجزر. هذه قتله. طيب يقول لك يا طويل العمر السؤال الثاني، ما هي الله يستر يا ريان، ما هي اول دوله استخدمت الطوابع؟ ايش فيك انت علي؟ سؤال سهل صدقني، ان شاء الله ان شاء الله يعني مو بصعب يعني. اعطني خيارات. احسنت. تبي تستخدم خيارات؟ اي. السعوديه. بريطانيا. المانيا. ما هي اول السعودية. دوله استخدمت الطوابع؟ لا السعوديه. المانيا. انا اقول المانيا. السعوديه لا باقي ما وصلت. ما هي اول دوله استخدمت الطوابع؟ بريطانيا، السعوديه، المانيا. أكيد؟ أكيد إن شاء الله، أن السعودية باقي ما لحقت عليها. هو صح، السعودية ما لحقت عليها صحيح. طيب عندك بريطانيا وألمانيا. أنت حيث تربكني، تبغى تقول أن بريطانيا لكن ما هي بريطانيا، بس تبغى تغلطني. مع ألمانيا. أكيد؟ أكيد. والله رأسك يابس يا ريال. خلاص مرة أكيد؟ أكيد يا جماعة، ترى قاعد أنا أكد أكيد يا فانز مجرم جيمز. ألمانيا. أنا قاعد أكد ألمانيا. أنا أتذكر ألمانيا صراحة أيام الحروب والأشياء هذه. هي من الدول اللي استخدمت الطوابع بدري ألمانيا، لكن ما هي بالأول. لا والله. بريطانيا. أنت استعجلت. أنا كنت بمشي معك بخيارة. أنت نذل. أنت تقول ألمانيا طب تقول بريطانيا. حرام عليك يا رجل، والله حرام عليك. قلت لك ألمانيا وبريطانيا والسعودية. السعودية مستحيل. قلت بس ما هي بألمانيا صح؟ بريطانيا. هي بريطانيا. السؤال الثالث، إذا ما جاوبت هذا روح عليك صندوق. روح عليك صندوق. عندك وسيلة اتصال وعندك خيارات إذا بغيت. يقولك ما هو الحيوان
الذي يعادل وزنه 25 فيل. الحوت؟ هذا جوابك الحين؟ لا بس الحوت. انا اقول لك جوابك انت تقول لي لا بس الحوت. وزن قلب الحوت اوكي ما يعادل تقريبا 5 شواحن او 5 دبابات على ما اظن. قصدك تريلات كبيره؟ تريلاتي. هذا جوابك الحين؟ يعني معلومه جميله. طبعا من جديد. ما هو الحيوان الذي يعادل وزنه 35 ابو يوسف؟ قصدي فيه. جزت لك؟ يلا. اكبر حيوان. تحياتنا لابو يوسف. ما تشوف شر الحمد لله على السلامه يا صاحبي. اسلم. اكبر حيوان او اكبر مخلوق على وجه الارض الحوت. فانا اقول الحوت. ما راح استخدم خيارات وما راح استخدم وسيله اتصال لان الجواب سهل. يا واثق. صح عليك. والله؟ الاجابه صحيحه. سؤالين صح وسؤال غلط. حلو الثقه. يلا. الثقه حلو. طيب. السؤال. واضح. أي واضح. مجرم جيمز. والله ما نقول شيء. مجرم جيمز تستاهل يا صاحبي ما نقول أي شيء. يلا بسم الله. ماذا؟ السؤال الرابع. يلا. ما السؤال الرابع يا طويل العمر يقول لك ماذا يطلق على صوت المدفع؟ بوف. وش يسمى؟ ماذا يطلق على عطني خيارات. أكيد استخدم خياراتك؟ إيه. ها؟ إيه. بوم. إيه. الطلقة. إيه. دوي. إيه. صجيج. صجيج لا. اوكي صجيج. والبوم لا. والبوم لا. ايش الخيران الباقي؟ طلقة. الطلقة. دوي. الطلقة للرصاص. اوكي. المدفع ايش اسمه؟ دوي. انا اقول دوي. نهائي؟ نهائي. خيارات عندك؟ استخدمت الخيارات؟ اي استخدمت خيارات. طيب باقي وسيلة اتصال؟ ما تبي تتصل شيء؟ لا. اكيد؟ اي. خلاص؟ ان شاء الله. ماذا يطلق على صوت المدفع؟ مع اني صراحة انا ماني حق مدافع لكن سؤالك. صجيج دوي طلقة بوم. صجيج صجيج. خلاص نقول دوي ولا ايش تبي؟ تبي تغير تبي نعتمد؟ دوي. صح. حبتين سؤالين والله ما انت محين يا واد والله بدأت تصير خطر يا ريان. لا لازم تغير. لازم تغير. الصندوق كمان يبعد يا اخوي. لازم نتغير. يلا لا ان شاء الله ان شاء الله لا ان شاء الله قد الشيء ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق وانت للان صراحه ادائك جميل. 2-2 50-50 انت باذن الله. يلا طيب السؤال الخامس واذا ما جاوبه يروح عليه الصندوق. اين تقع جبال القوقاز؟ تفضل يعني. في الخشم الحين خلاص هنا كلها صار جد عضاد من جد. لا لا عطنا صدق. اين لا لا دوله ايوه. اين تقع جبال القوقاز؟ القوقاز. قلت لك تتغير علي. ما عندك خيارات وعندك وسيلة اتصال. باقي الخيار هو وسيلة اتصال بس. ولا عندي خيارات؟ ما عندك خيارات. خلاص راح. ما عندك خيارات. بمناسبة قربك 3 مليون مشترك هدية منك خيارات. تفضل. إذا الله يسعدك. الله يبقيك. إذا بغيت الحين الله يسلمك. أول ما نهداك أنا لا تنسى. أين تقع جبال القوقاز؟ إذا حبيت خيارات الآن أو تبيها بعدين كذا؟ لا لا أبغى خيارات الحين. أكيد الحين؟ إيه عشان نضمن الصندوق. متحمس أنت هدرت في الصندوق؟ أيوه. الله يا واد. إيطاليا، ألبانيا، روسيا. أين تقع جبال القوقاز؟ روسيا، ألبانيا. ألبانيا. ها. روسيا، ألبانيا، بريطانيا. ها. إيطاليا. 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 إيطاليا قد رحت لها ما فيها جبال كثير. روسيا برضو. بقى ألبانيا. أنا أقول هي ألبانيا. أكيد. إن شاء الله. أقول إن شاء الله إيطاليا رحت لها ما فيها جبال كثير. أنت صادق. إيه؟ فيها بس ممكن. إيه يعني. ألبانيا أقول. ألبانيا ولا روسيا؟ شفت كيف؟ تلخمني بالسؤال. أنا ما كنت شيء. ليش تبي؟ تبي روسيا تبي ألبانيا؟ ألبانيا وتوكلنا على الله ما عاد أبغاه. خلاص؟ ألبانيا. يصارع نفسياً الولد. ألبانيا. روسيا؟ روسيا. شفت؟ لمحت لك ترى كنت قاعد أحاول إني أطولها معك أبيك تقول روسيا يا لأن السؤال هذا كان لك المفروض يلا اسمع عليه يلا هذا غلط ما قصرت انت والله شكرا شكرا شكرا, شكرا, شكرا الله يسعدك شكرا. ثلاث اسئله غلط سؤالين صح أي. راح عليك الصندوق هارد لك لا تصيح لا 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 هذه هذه برد عشان صدق برد اي والله برد جيب لي جاكيت زياده لا 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 كيف صدق والله لا والله
كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وش سهل صدقني سهل ما انتبه. إيش 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 السيف كالسيف فراغ كالسيف إن لم تقطعه قطعك. أكمل الفراغ. الوقت قاعد تسألني ولا تجاوب؟ لا لا الحين منتقل السؤال مو كذا ترى. إلا لخبط. أكمل الفراغ. كالسيف كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وش هو يعني أول كلمة كالسيف إن لم تقطعه قطعك؟ طيب الكلمة اللي ناقصة أول ولا ثاني ولا أول كلمة فراغ كالسيف إن لم تقطعه قطعك. الوقت هذا إجابتك؟ الوقت إيه الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. يا هو خلاص أنا قاعد تسألني ولا تجاوب؟ أنا قاعد أجاوب خلاص. خلاص إيه كالسيف إن لم تقطعه قطعك. دقيقة الوقت أصبر أصبر يا أخي تردد لا تردد خليك زي ما اسمعني الوقت هذه الكلمة الناقصة أو الكلمة اللي تبغانا أجاوبها هي أول شيء في الحياة صح؟ صح؟ أول شيء أول كلمة في الجملة أي فراغ كالسيف أيوه إن لم تقطعه قطعك. الوقت يا ها صح واضح صح صح تبارك بتردد لا لا بس لخبطتني انا حسبت الكسيف والكلمه الناقصه الثانيه اللي بعدها لا لا هي صح عليك عموما ثلاثه صح ثلاثه يلا ان شاء الله الماك غلط الله يشوف مادي اداء جميل انت يلا باذن الله مادي اداء جميل الى الان ثلاثه غلط وثلاثه صح يا ريال تساوي تساوي يلا يلا تساوي لكن الان ابدا قصف طال عمرك لا لا فوق الان وكذا الطيارات لازم والله والله لا لانك قربت صراحه بديت تشكل خطر علينا يلا يلا كم عدد فقرات العمود الفقري في الانسان يا ريان؟ لا انشب انشب والله ماني طبيب ولا عادها ولا لازم لازم تاخذ لكن اذكر في العلوم صف رابع 22 هذا جوابك؟ ايه تقريبا تغشش لا 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 ما غشش بس لا 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 اقل اقل هي اقل عدد الفقرات في العمود الفقري ايه ايه اقدر ادق على الاتصال تفضل اللي تبي طيب بعوض بالله الله يهينك جوالي يشحن السلام عليكم كيف حالك يا ابوي طيب بشرنا عنك اسمع يا ابو ركان انا الحين في قاعد اسجل طيب وجاني سؤال طبعا هي أسئلة. مسابقه نعم. فجاني سؤال ويقول عندك وسيله اتصال طبعا ما عرفته هو سهل لكن ما عرفته انا فبحط سبيكر الحين واعطيك السؤال وتجاوب الحين قاعدين نصور وش السؤال يا طول العمر كم عدد السلام عليكم ابو ريان السلام ورحمه الله اسعد الله مساك يا عم كيف حالك اسعد الله مساك الله يحييك السؤال علمي طال عمرك كم عدد فقرات العمود الفقري في جسم الانسان كم عدد فقرات العمود الفقري في جسم الانسان نعم لخمتك صح يا ابوي ها؟ اي مباشر على طول لخمتك. عدد ايش قول لي بالضبط؟ عدد فقرات العمود الفقري العمود الفقري في الانسان كم؟ العمود الفقري ها؟ ايه عدد الفقرات في العمود الفقري عندك وقت يا ابوي طيب عندي وقت خلي بس افكر لحظة استعيد ذاكرتي بس يلا لا تفشني يا ابوي الوقت اللي عندي كم الوقت؟ باقي 45 ثانية يا عم ها؟ باقي 45 ثانية يعني سهل هو سهل وكذا يعني الإنسان البالغ عدد الفقرات ايه 206 تقريبا أو 200 البالغ ايوه ايوه طيب أظن الطفل أظن 300 حلو حلو لا أنا ما أقول لك جميع العظام ها عمود الفقري يا أبوي العمود الفقري بس العمود الفقري ايه ايوه العمود الفقري يطول العمر السلامة 33 فقرة بالضبط خلاص هذا جوابك ها 33 فقرة نعم اخر يلا كلام. الله يعطيك العافية مع السلامة يا رب نقل الجواب كويس فانا خلاص انا اعتمد على جواب الوالد اللي هو 33 300 لا لا وش 300 هو قال 300 قبل لا لا قال 33 طيب 33 وانت كنت تقول 22 ايه وكم عدد الإجابات الصح إلى الآن؟ 33 طيب وكم قلنا إجاباتك صح؟ ثلاثة إجابات صح؟ أيوه وثلاثة خطأ ثلاثة خطأ وصح يس 33 ما نقول شيء صح عليك يا ريان أربع إجابات صح وثلاثة قلت لك الوالد ما يخيب ظني والله ما قصر الحمد لله يعطيك العافية وتحياتنا لك يا أبو راكان أخوك الكبير اسمه راكان إي كل مالك تقرب
قلت لك ترى انا منافس ما حد يمسك. طيب يلا وريني يا اهل جده. يلا وريني يا اهل جده. يلا تعال يا اهل جده. طيب تعد سيلين ديون واحده من اهم الفنانات العالميات. مالي في الفنانات يا ابو. ولا انا والله والله ولا انا لكن لابد اضطر عاد. ايوه كمل. يا ريتني خليت الفنانات لابوي. حق فنانات هو يعني؟ هو حق الرسم ولا وش؟ لا لا سيلين ديون مغني عندك من تبيم والامور هذه. قلت سيلين ديون طال عمرك مغني من اساطير ام كلثوم برا. اوف ايه بس مو ام كلثوم يعني هذه من الليجند. ايه صوتها حنجره عندها. طيب تعد سيلين ديون من واحده من اهم الفنانات العالميات واكثرهم مبيعا للالبومات. حلو. وش جنسيتها؟ اشتران عن امها يا ولد. هذا اشتراك عن امها. وش وش سيلين ديون؟ سيلين ديون هذه ما يسميها الا اكثر شيء الروسيين. سيلين ديون هذه على ما اظن. لكن ما دام انها اكثر مبيعا. استخدمت طبعا كل خياراتك وكل شيء استخدمته. ايه خلاص ايه. سيلين ديون يا حبيبي اكثر مبيعا. طيب. يعني ايام زمان ها؟ بما انك توصل 3 مليون شوف فرحتي كيف لك ما شاء الله اللهم. اخي الله يبيض وجهك. اي والله بساعدك فيها. خشبك. الكبات معلش تعرف احنا حقين الجيل اللي يوهو. طيب امريكيه ايه؟ استراليه ايه؟ كنديه ايه؟ روسيه. والله اني قلتها روسيه صح. انت قلت روسيه طبعا. كنديه امريكيه استراليه استراليه. طيب امريكيه هم اللي كانوا اكثر فنانين في العالم مع مايكل جاكسون واكثر مبيعا تعرف الطق ذولي. حلو كيكي. حلو فاظن انها امريكيه. حلو جوابك هذا. ايه روسية صح؟ غلط. كندية. غريبة. اي عام كم هي؟ انا المعلومية احسب امريكية ترى الى قريب يعني. هذا اللي اكثر مبيعا يعني الناس المغنيين وكذا في امريكا. لا والله كل الجنسيات ياخذون من هنا ومن هنا ومن هنا. بس عموما كندية. كندية. أربعة غلط ثلاثة أو أربعة صح. صحيح. المشكلة شفت هنا فن الاختيارات، أنت مشكلتك أنك استعجلت في الخيارات. اي والله. متحمس الصندوق. متحمس الصندوق لكن ما فادني، والله ما فادني. ما عليه يا ريان. ما أعمق محيط في العالم؟ يا ريان أنا اليوم شغال كذا بحر. أنا اليوم سمكة عندك أنا هنا تفضل. ما هو أعمق محيط؟ سعد يرحم أمك قلت لك لا تغير علي عشانك برضو 3 مليون أشوف فرحتنا مبروك 3 مليون لازمنا نكرر 3 مليون. ما أعمق محيط في العالم؟ الأطلسي الهادئ الهندي المتجمد الشمالي. وانا صراحه شوي اليوم اشوفك هادي. احذف اجابتين يا شيخ احذف اجابتين عشان 3 مليون عشان 3 مليون. يلا الاطلسي. ما اعمق محيط في العالم؟ الاطلسي. الهادي ما عمره قالوا هادي. الطياره مرت قهر. ما في هدوء هنا حاليا. ما في هدوء. ما احنا بهادين. صح عليك صح جو صحيح والله. الاطلسي صح. الاطلسي صح. الاطلسي صح. لا لا الهادي. الهادي ها الهادي. ايه عشان كذا. واضح انك كنت تبي الايفون. انت فون انت. انا ما كنت ابي الايفون كنت ابي هذا لكن راح علي. لكن يلا وش الموجود؟ خلني اكون اول واحد معك في السلسله اخذت شيء الحين. هذا السؤال اذا جاوبته الحين ايه؟ عشان كذا خلني ادور اصعب سؤال دقيقه. ما يبغى احد ياخذ شيء. هذا احد ياخذ شيء. طيب الحين كيف طريقه الفوز يا سعد؟ انك ذاكر او خليك دافور بالفطره. سؤال الايفون وبدري عليك تجيبه. روح يوه. اذا جاوبته تاخذ معي الاي ماك هديه. قول السؤال. تحمس. قول السؤال. يلا. في اي مدينه طبع القران الكريم لاول مره بواسطه ماكينات طباعه؟ مصر. انت ليش قلت مصر؟ بعدين ليش قلتها كذا بالتفاته؟ مصر. اذكرون مصر هم اللي طبعوا القران على ما اظن. ايه تبي تصير حد اخوياك؟ ما ادري ايش منك يعني كذا. ليه غلط؟ ما ادري تبي تجاوب خلاص اعتمد؟ بس الهادي. تفضل. هاني. هاني. ايه. هاني. هاني جواب وشو؟ السؤال وشو؟ انه متى اول ما في خيارات. هو قال مصر هو. ايه لا 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 ليه؟ عطني طيب شيء. طيب وش هو؟ ما يعرف. أول طابعة دام قال كذا صدقني ما يعرف. أعرفك يا حبيبي إذا كنت تفرط. تفرط أنت الحين وتفرط ما يعرف. طيب العيال والله العيال والله. جحد أخويا. يلا طيب عطني الجواب. قفلت أنا متأكد إنك ما راح تجيبه.
يوه متى طبع القرآن؟ صعب. جعفر دينو وين ذا قرآن برنتد وير؟ ما أدري عاد لغتنا صح ولا كلها you don't know ها the first time قرآن برنتد. هذا السؤال الأخير؟ هذا السؤال الأخير. إذا جبت أخذ آيفون. طيب اسمع بما أنه سؤال أخير وبما اللي بقرب وأنت بتقرب من مليونين أوكي أعطني الله يسلمك أنا بقرب مليون توني إن شاء الله توصل لثلاثة مليون بإذن الله. الله يسمع منك. ها كم؟ ها؟ أعطني خيارات. أعطيتك خيارات. لا ما أعطيتني. والله اني ما قصص منك دفيتك دفي اخوي لين اذنت والله اني انسان من يجي يذبحني يا اخي واحد ما عنده في الثقافه وكذا يعني ما صدقني حتى اعطيتك ما راح تجاوب والله صدقني صعب صعب مره صعب مو بصعب غريب في المدينه او غريب اي غريب اجل والله ما في السعوديه مو في السعوديه برضه في السعوديه في اسيا وطقته ولا انا في اسيا قايل لك ما انت مجاوب انجلترا ولا بانجلترا اجاوب ما غلط مو مصر من جوة تصدق بندقية وين دي؟ بندقية إيطاليا أو إسبانيا يوه شاب هناك ما عندنا طابعات هن ولا إيطاليا؟ إيطاليا إيطاليا ما عندنا طابعات هن يوم يتبعون في بندقية ما أدري عاد يمكن كان وقتها عندهم طابعات طيب الطابعات صدق؟ إيه صدق صدق أول مرة طبع القرآن الكريم في البندقية طبع كابرنتد يعني لا حول ولا قوة إلا بالله صدق يعني ما غريب ما مو بشيء حزين شيء كويس يعني أدري شيء كويس بس غريبة يعني ليش بنطقية في مسلمين هناك؟ ايه واحد يبغى غير السالفة إيه واحد ترى ريان مجرم جيمز الله يبيض الله يعطيك ألف عافية وجهك أبيض صراحة جالتنا البركة نميت العقل وكذا تنشط العقل حبيبي ما سوينا شيء يا أخي والله لكن شكرا لك نشفت ريقي إي والله كيف كانت مشاركتي والله جدا جميلة الله يعطيك العافيه مجرم عساك استمتعت من التسجيل وكل شيء جد جد جدا 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 استمتعت وشرف لي اني اطلع في قناه زيك يا قناتك يا سعد من احسن القنوات اللي اتابعها بعد راسي اي والله جزاك البركه شاكرين لك حضورك الله يخليك ان شاء الله باذن الله لنا ان شاء الله لازم بينا نسجل شيء مع بعض باذن الله ان شاء الله باذن الله اجلد كيفه ولا شيء ايش فيه شوف جلدتني بالاسره ما بتجلدني دلوقتي سلام 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 روق يعطيكم العافيه يا جماعه مشكورين جزاكم على خير ان شاء الله فمعنا الله. Press stop.